يوم لحيش اخر يوم بحياتي. قسمت يومي لست مراحل مختلفة بما انه هيدا اخر يوم بعيشه بحياتي، وكل ما نمرق بالمراحل رح يزيد حبي لإلها اكتر واكتر. يلا نبدأ بالفطور. اكيد ما بيبدأ نهارنا بدون الترويقة، لازم هلا اروح على السوق ولاقي اطيب فطور ممكن اكله بحياتي. يلا مشو معي. ايه الو ماما، وينك شو عم تعمل؟ هي انا عم صور فيديو، كنت بدي روح على السوق شوف هيك شي فطور اتروقه. يلا يلا جاي. اوكي ما بعرف يا جماعه شو صار. يلا مشوا عند امي نشوف شو محضرت لنا فطور. يلا انا عرفت انه بدك تصور هيدا الفيديو، فقلت لعمل لك شيء بتحبه على طريقتك الخاصه. يا جماعه اللي ما بيعرف، انا المنقوشه هي اطيب ترويقه بالنسبه لإلي. يلا باكلها وبرجع لكم. شكرا. اكتبوا لي يا جماعة بالتعليقات، هل انتو شي مرة دايقين المنقوشة بتحبوها كترويقة مثلا؟ يا جماعة العجينة وكل شي شغل امي، فبعطيها 10/10 بالتأكيد، كتير طيبة. وبدي اذكركم تتابعوا الفيديو للاخر لانه المرحلة السادسة رح كون عم بودع فيها عائلتي كلها. اطيب ترويقة بدوقها بحياتي. ماما قدي بدك متابعين يحطوا لايك لهيدا الفيديو؟ خليني وصلوا هيدا الفيديو لخمس تلاف لايك. 5000؟ اوكي انا قدران. يلا خلونا نشوف اذا رح توصلوا للخمس تلاف او لا. لازم اقضي وقتي باجمل مكان عندي، واكيد كل الاشخاص اللي بتتابعنا على الانستغرام بيعرفوا انه الطبيعه هي من اجمل الاماكن اللي بقضي معظم وقتي فيها. هلا مثل ما شايفين انا جيت على الطبيعه، بدي اروح على مكان اقدر اقعد فيه واعمل النشاطات اللي بدي اعملها هلا. يلا مشوا معي. شايفين قد ايه عم بتعذب بالفيديو؟ كل هيدا الشيء عم بتشوفوه انا عم صوره لوحدي، ما في حدا عم بيساعدني، عشان هيك خلونا نوصل هيدا الفيديو لل 5000 لايك. يلا تعالوا نكفي الفيديو. واخيرا يا جماعه وصلت على افضل مكان عندي بالطبيعه وخبرتهم عن التحدي اللي عم بعيشه اليوم. قالوا عني مجنون، ولكن انا ما قدرت الا ما وافقهم الراي، واكيد مستحيل تنتهي حياتي قبل ما اخلص قراءه القصه المفضله عندي. وبهاللحظات بتذكر كل شخص بعده مش ضاغط زر الاشتراك الاحمر تحت الفيديو يضغطوا هلا بسرعه، لانه هدفنا السنه لل 5 مليون مشترك. ومن بعد ما خلص قراءه القصه واخيرا مشيت بالطبيعه وصورت لكم ستوريات بتجنن على الانستغرام. يا جماعه مرق الوقت بسرعه، عملت كتير اشياء حلوه بالطبيعه. انا ابدا ابدا مش حابب اترك الطبيعه، بس هلا صار وقت حقق احلامي. يلا تعوا معي لنروح نحقق احلامي. اذا وصلت بسلامه. اكيد معظمكم عم بيسال شو قصه اخر يوم بحياتي وشو قصه الغمزه باول الفيديو. ما تعتلوا هم، لخبركم كل شيء بشكل سريع. تم تصوير هيدا الفيديو ب 31 ديسمبر 2023، وحبيت اعيش اخر يوم بهيدي السنه وكانه اخر يوم بحياتي. كل هود المراحل اللي عم بعيشها انا وياكم بهيدا الفيديو هن من اجمل الاشياء اللي بعملهم بحياتي. وهيك من بعد ما عرفتوا كل شيء خلونا نتابع الفيديو. اكيد مثل ما بتعرفوا انا عندي احلام كتير ومعظمها عم بلش حقيقه، ولكن اليوم هو اخر يوم، فما في بقى كفي حقق من هودي الاحلام، فخلونا بهيدا اليوم نتذكر الاحلام اللي انا حققتها. يلا خلونا نشوف لمحه سريعه عن هودي الاحلام اللي حققتهم ونرجع نتابع الفيديو. يلا 3 2 1 جو شيء لا اغرق تحت الماء. اوكي
اوكي يا جماعة اللي صار انه انا رجعت على البيت لانه برمت الشارع كله مثل ما شايفين وما لقيت ولا اي اكل ممكن اعتمدها كاخر اكل بحياتي. فاللي قررته هو انه ليه ما بيكون اكل امي اللي عملته بالبيت هي اخر اكلة لح اكلها. واخيرا يا جماعة طلع اختياري كتير مناسب وطلعت امي عاملة بطاطا مقلية وسلطة مايونيز او سلطة روس هيك نحنا بنسميها. يلا يا جماعة انا كتير جوعان ويلا خلونا نتغدى. وبحب ذكركم ان احنا صرنا كتير قراب على اخر مرحلة، مرحلة توديع عائلتي. واخيرا يا جماعة خلصت هلأ الغداء، كان كتير طيب وشبعت. انا عندي البطاطا المقلية اطيب شي ممكن ذوق بحياتي. نهاري يا جماعة ما بيكمل الا من بعد ما صوركم فيديو شورت على يوتيوب، ولكن هيدي المرة صورت لكم مقلب. هيدا اخر فيديو رح ينزل بقناتي على اليوتيوب. نعم ما رح تشوفوا ولا اي فيديو نازل من بعد هيدا الفيديو بقناتي. قبل كل شيء حابب اشكركم على دعمكم الرهيب اللي بعده مستمر لهيدي اللحظات. اوكي يا جماعة هلا انا خلصت التصوير، بدي منكم بس تكتبوا لي بالتعليقات مين اللي صدق انه هيدا المقلب هو كان حقيقة. انا من هيدا الفيديو يا جماعة بدي اقلكم انه مستحيل اترككم. يا جماعة خلص النهار بسرعة وهلا صار وقت ودع عائلتي وهي اللي حتكون اخر مرحلة. والله ما حسيت بهيدا النهار بس كان جدا متعب وبذات الوقت كان جدا حلو. يلا نودع عائلتي مع بعض. بدي اوصف لكم يا جماعة انه هيدي المرحلة كانت اجمل مرحلة من بين باقي المراحل. القعدة مع العيلة، الاكل مع العيلة، والحديث مع العيلة كان اجمل شي بعمله بهيدا الفيديو، لدرجة انه نسيت موضوع الفيديو وشردت مع العيلة ساعات بالحديث معهم. كون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو بس اكيد مش نهاية حياتي. حبيت شارك معكم هيدا الفيديو لهدف واحد واللي هو اذا فعليا كان هيدا النهار هو اخر نهار بحياتي كيف رح اتصرف، علما انه كل المشاهد اللي حضرتوها خلال هيدا الفيديو هي مشاهد عفوية ومش محضر لها ابدا. حابب كتير اعرف اذا انتو كنتوا محلي شو هو اول شي رح تعملوه اذا كان اخر يوم بحياتكم. كتير متحمس اقراكم تحت بالتعليقات. وهلا انا فعليا عم بختم هيدا الفيديو واللي هو اخر فيديو عم صوره بسنة 2023. هلا انتو اكيد رح تكونوا عم تحضروا بسنة 2024 بس انا عم صوره هلا بسنة 2023، هاي انتو من المستقبل يعني. ويلا هلا بلا ما طول كتير عليكم، بحبكم كتير يا جماعة، شكرا لدعمكم الرهيب بسنة 2023 عن جد، بشكركم كتير، بشوفكم بسنة الجاي بفيديوهات اقوى واحلى بكتير، باي.